نرحب بكم اليوم في المملكة العربية السعودية لإطلاق النسخة الافتتاحية لمنتدى المبادرة السعودية الخضراء، والذي نعلن فيه عن خارطة طريق المملكة العربية السعودية لحماية البيئة ومواجهة التغيير المناخي. وسيعقد بشكل سنوي لإطلاق مبادراتنا البيئية ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقا. وفي بداية النسخة الافتتاحية لهذا المنتدى، أعلن لكم اليوم عن الحزمة الأولى من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات هذه المبادرة وفي الحد من الانبعاثات وحماية البيئة. فعلى صعيد تخفيض الانبعاثات، يسرني أن أطلق مبادرة في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030، ويمثل ذلك تخفيضاً طوعياً لأكثر من ضعف مستهدفاتنا المعلنة المقدرة ب 130 مليون طن سنوياً في 2030. وتعنى هذه المبادرة بتعديل مزيج الطاقة داخل المملكة العربية السعودية وترشيد استخدام الطاقة ورفع كفاءة الإنتاج والاستثمار في مصادر طاقة جديدة ومنها الهيدروجين. كما نعلن عن انضمام المملكة إلى التعهد العالمي بشأن الميثان، والذي يستهدف تخفيض الانبعاثات العالمية للميثان بمقدار 30%. إضافة إلى ذلك، ستقوم اليوم مجموعة من الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة بالإعلان عن مبادرات التي ستسهم في هذا المجال. فيما يخص حماية البيئة، سبق أن أعلننا عن مستهدف زراعة 10 مليار شجرة في أنحاء المملكة، والذي يمثل 1% من المستهدف العالمي لاستزراع الأشجار، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مساحة المملكة، إيمانا منا بأن مواجهة التغيير المناخي لا يقتصر فقط على تخفيض الانبعاثات، بل أيضا على حماية وتعزيز البيئة. ونعلن اليوم عن بدء المرحلة الأولى من مبادرة التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، إضافة إلى إعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من 20% من إجمالي مساحتها. كما نعلن عن عزمنا لتحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر مدن استدامة عالمياً عبر مجموعة من الحلول التي سيتم التطرق لها اليوم. وسيتم إعلان مبادرات إضافية لتحقيق هذه المستهدفات بشكل سنوي وفقا للدراسات الفنية التي تتم بهذا الشأن. ولأهمية تعزيز العمل الدولي المشترك، نعلن اليوم عن نية المملكة للانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وإلى تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ، وإلى اتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي، بالإضافة إلى تأسيس مركز عالمي للاستدامة السياحية وتأسيس مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات. ولن تخطيطنا وأهدافنا وطموحاتنا لا يتوقف على السنوات العشر القادمة، فأعلن اليوم عن استهداف المملكة العربية السعودية للوصول للحياد الصفري في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وما يتوافق مع خطط المملكة التنموية وتمكين تنويعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع خط الأساس المتحرك، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل نضج وتوفير التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات. إن هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال سعودي، مما يساهم في خلق فرص عمل نوعية وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الأخضر وفق رؤية المملكة 2030. في الختام، فإنني أطلع إلى أعمال قمة الشرق الأوسط الأخضر التي سنستضيفها بعد الغد، بهدف تضافر وتنسيق الجهود بين دول المنطقة لوضع خطط اللازم الوصول إلى مستهدفات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية. ضيوف الكرام، أشكر لكم حضوركم، راجيا الجميع التوفيق في هذا المنتدى، وأدعو المسؤولين والخبراء المشاركين في أعمال هذا المنتدى للحديث عن تفاصيل أكثر من 60 مبادرة نطلقها اليوم لتحقيق مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.